أهل المحبة فاتوني، ولا محبة إلا بالوصول، ولا وصول إلا غالي في طريق الله والرسول، ولا مقام إلا عالي إذا عليه نال القبول. أنا محبتي في محمد شفيعنا في يوم الهول، وغرامي كل يوم مجدد في محبته يحلل القول. هكاية تغنى أحد عشاق الذات المحمدية، راجيا عفو الله متوسلا برسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن أقطاب أهل المحبة اخترنا اليوم باش يكون معانا شيخ من مشايخ المديح التونسي، وقايد لمجموعة روحية موسيقية تونسية المنشأ، عمرها يتجاوز 3 قرون من الزمن، اختصت في فن المديح. هي فرقة عوامرية المقدم سيدي عامر بقيادة الشيخ علي المقدم، فليتفضل. مرحبا بكم. بشرت بقدومكم ريح الصبا، فأهلا بكم يا زائرين ومرحبا. قد بشرت بقدومكم ريح الصبا، فأهلا بكم يا زائرين، يا زائرين ومرحبا. يا Yeah.
كانت هذه دخلت العوامرية لمقام سيدي عامر اللي باش نحكيو عليها من بعد كيفاش كانت تصير. باش تفضل بحذنا الشيخ علي المقدم. سيدي الشيخ مرحبا بك. شكرا. مرحبا بسيدي. مرحبا بك. مرحبا بك سيدي. حوالك. مرحبا بك. شرفت. الشيخ علي المقدم سيدنا هو شيخ مش نقدمه أنا شوية لكن ما نوفليش بحقه. هو سليل سيدي عامر المزوغي اللي نحكيه عليه واللي متناولينه بحلقتنا اليوم واللي هو باش يقدم هنا. وهو حفيد من أحفاده وشيخ الطريقة العوامرية اللي هي طريقة روحية وطريقة فنية مازالت متواصلة ومازالت أبا عن جد وكابر عن كابر. وهي الطريقة اللي نجم نقدمها إنها الوحيدة بريسك اللي طريقة تونسية المنشأ والطريقة اللي تصدرت من تونس خارج حدود الوطن في المغرب العربي وبقية الدول العربية والإسلامية. سيدي الشيخ مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا سيدي. رمضانك مبروك. يعيشك كل عام وأنت حي بخير. إن شاء الله. نورتنا. ينور سعدك على الأمة الإسلامية كل شاء الله. مبروك عايش. سيدي رمضان على تونس وبارك الله فيك على الاستضافة الطيبة ذي اللي ذي أقل واجب. إحنا بالكبارات سيدي. عظم لطفك. بارك الله فيك سيدي محمد. كنت تحكينا على طريقة العوامرية سيدي. طريقة العامرية كما كنت تحكي توصي محمد أنت هي طريقة تونسية المنشأ ما هيش دخيلة على تونس. معناها هي اللي مش مستوردة. معناها مش مستوردة. الطريقة هذه معناها هي طريقة العامرية اللي من حياة سيدي عامر المزوغي معناها تبدعت الطريقة هذه في حياته وكانت تمشي في نمط معناها معين ناضل بها ضد الأصبان. معناها تسريبك الكلمات هي في الأصل طريقة روحية في التعبد والعبادة وتعليم القرآن وتعليم سنة نبينا للزاوية. وقلت لي أنه سيدي عامر كان معناها ناضل ضد الأصبان. نظن في الواقع عم تدخيل في بين الساحرين والمنستير معناها جيش الإسباني. صحيح. هو كانت كلنا على معلومات اللي عندي سيدي الشيخ انه مولود في 920 هجري حوالي 1514 ميلادي. هكاك كان هذاك موجود معنا على المعلومات اللي خذيناها من بعض. لا معلومات وانا راني تلميذكم انا سيدي. لا كل وعاش تبارك الله على اساس انه عاش فوق ال 100 سنه. في ما يقارب عن ال 120 سنه. الله يرحمه وينعمه. طيب ينفعنا بعلمه وبركته ان شاء الله. طيش. وقلت لي معناها انه طريقه علم وطريقه روحيه. من بعد تقالت فيه اشعار. الاشعار في معناها مدحه هو والتوسل بسيدنا عليه الصلاه والسلام اللي قاعدين متوارثينها تو هو ذكر الله سبحانه وتعالى والتوسل للرسول صلى الله عليه وسلم ومدح للولي من طرف معنا المريدين. مريدين وتلامذته. وتلامذته هو تلمذ زاد على منا علماء كما شيخ القشاش. القشاش ابو الغيث القشاش تلمذ عليه ومن هو اسطوره كامله اللي عندي حتى في شويه مراجع. هاي الاسطوره كامله كونه معناه وتولد سيدي عامر في رمضان وامتنع على الرضاعة هو صغير. وتولد أنا مازال بيبي معناه ترى هي كرامات تنصب له. كرامات كرامات سبحان الله. هي كرامات ربي كيخص عبده بكرامته. يبدا باهي. فما حاجه اللي سمعناها دخلت العوامريه للمقام. ايوه وقت اللي كانوا جوا صفاقس اللي باش نحكيوا عليها من بعد شويه. اهل صفاقس اللي عاش هكا في وسطهم سيدي عامر ومده كبيره وقعدوا توا يزوروه وتوا باش نسمعوا حاجه اخرى معناها. هما دخلوا المقام النوبه اللي باش نسمعوها شنو هي سيدي الشيخ؟ نعملوا المغراوي توا. المغراوي اللي هي معناها لهجة خاصة من لهجات السيكا ولا الحسين يرز ولا إيه متخصة بها العوامرية. مختصة بها العوامرية. بلا سيدي باش نعاودوا نسمعوا. تفضل سمعني. تفضل بارك الله فيك. شكرا. ناديت والقلب وعيد
ودموع عيني سخيفة. وتفات عيني تراجي للشيخ مولى الوظيفة. يا لندرع يا شيخ تلف السعير عابر على حمرا خفيفة. الله الله لا إله إلا الله على الديوان الصالحين سلام الله. لا إله إلا الله يا الله والعمل والشدة خلاص.
مع وصلة حلوة برشا، هي وصلة المغراوي مع فرقة الشيخ علي المقدم شاد العامرية سيدي عامر. يعطيكم الصحة شيخ على هالوصلة الحلوة، وانتم دللتوني بالحق، تقولوا يا سيدي دللتوني والدلال علي صعيب، هيا ما تفرقونيش يا شيخ، وتفضل بحذانا مرة أخرى باش نزيدوا نكملوا حكايتنا. بعد الفراق الصعيب اللي تقول يا سيدي دللتوني والدلال علي صعيب، هو الدلال في كل شيء، واهل المحبه وهما اهل الحب الرباني. نواصلوا سيدي الشيخ على الاشعار ومميزات الطريقه العامريه على بقيه الطرق الفنيه الموسيقيه الروحيه، الطرق الانشاديه الاخرى. شنو اللي يميز الطريقه العامريه وسر اشعار هذه من الوقت هذيك، من الوقت اللي حكينا فيه القرن السابع عشر الميلادي معناها، شنو اللي يميز الطريقة على بقية الطرق الأخرى وشنو خصائصها؟ هي الطرق الصوفية كل في تونس معناها كل طريقة عندها نمط معين متاع الخدمة متاعها، إلا الطريقة العامرية تمتاز بحاجات خاصة بالطريقة العامرية، معناها كما قلت لك معناها على حساب السفاين الموجوده هذوما السفاين النادره اللي ما فهمش منهم. اي مازالوا اللي عرضوني جبتهم برا مازالوا. وهذوما اللي قلت عليهم انك ان شاء الله باش تعطاو للتحقيق للمؤسسه ان شاء الله الوزاره ان شاء الله وزاره الثقافه اللي باش انا نتقدم سيدي الشيخ بخدماتي نحقق منهم مخطوط. تفضل. وننوروا ان شاء الله الناس اللي باش تعرف وتعرف الكلمات الصحيحة والأشعار الصحيحة، ويعرفوا لأن الحان تونسية متميزة جدا وكلمات راقية جدا وحلوة. تو كيما كنا نغنيو فيها تو المغراوي، هذه خاصة معناها بالطريقة العامرية، وفيها يدخل معناها كما نقولوا تو احنا سبيكتاكل كان قبل ما عندناش، هي الطريقة الوحيدة زادة في سيدي عامر لم فيها ما فيهاش معناها كل هندي وكل قزاز وكل ما فيهاش الصف نتاع التخمير اللي فيه معناها كل نوع الوجد اللي يهز للممارسات الا الكمبر اللي شفناه توا يوقف معناها الكمبر اللي هو شنو هو؟ اللي هو هي قرضة نتاع التران قبل جبة نتاع المغزل نتاع التران، والقرضة هذيك هي معناها يوقف في وسط المجموعة، يسمى واحد باش شاوش. باش شاوش هذه عنده طريقة اللي هي معناها الرقص هذه، ولكن الرقص مش الرقص اللي كما اي معناها هو معناها يوقف في وسط الفرقة ويهز يديه معناها تبركا بك النوبة هذيك بالولي الصالح، ويصير معها معناها كما القرابيلة الموجودة، ولكن هذيك خدمتها كلها بالحمله فيها ما فيها شو يحط فيها من يحط فيها نوع من النوع تاع البارود، نوع من البارود. أيوة. اللي باش يعمل الصوت وال ياسر يعمل حس مش بالقرابيله. لا مش بالقرابيله، لكن اثناء الرقصه هذيك نتاعو كيف يقوم جبته معناها ما ينزعش الجبه ما ينزعش، يقوم بجبته هذاك ويعمل يده هكا ويقول اللي يحب النبي صلى الله على رسوله، ويقعد يشطح معناها يجاوي وحده يتكلم معناها حاجة. بالنسبة للأشعار هذوما شنو منشأهم؟ المريدين قالوهم في سيدي عامر معناها المحبين في الله وتلامذته
هما اللي قالوا الاشعار هذه، هما من كثر محبتهم هاي. في الشيخ سيدي عام المزيو اصبحوا مريدين، والمريدين هذوما من كامل تراب الجمهوريه، هاي ونخص بالذكر منهم اهالينا واحبابنا واصهارنا في صفاقس، خاطر فيك التلاق هذاك هما يجيو السيدي عامر في موسم الربيع معناها ست احزاب، يروح حزب يجي حزب. هذوما باش تحكينا عليهم من بعد ما نسمعوا نوبه اخرى. اما توا معناها باش تقول لي انه فما معناها الطريقه موجوده في الجزائر، انتشرت من تونس والمغرب ومشات لليبيا والمشرق زاد. ثم زوايا وثم اللي اختلط بين السيدي عامر بتاع الجزائر وسيدي عامر. سيدي عمار هو، هو في الجزائر قسنطينه سيدي عمار. قريت عليه ما يظل التلاقح الفني ولا كلمة تمشي الغادي والغادي في نوع من كما التلاقح اللغوي. يجيوا توا حتى من الأشقاء الجزائريين يجيوا على ليلة الميعاد معناها نهار. أيوة باش نسألك سيدي على ليلة الميعاد اللي هي وقتاش تتعمل؟ هي أكثر حاجة تتعمل هي كل ليلة جمعة. هاي. كل ليلة جمعة تنصب الميعاد نتاع سيدي عامر ونعملوا للبركة ولا للمريدين ولا للزوار معناها شوية الحضرة هذه وشوية ذكر وشوية ذكر ويبتدي بالقرآن. أنا قرأت القرآن هذاك بالعشية وكل المذهب وكل في المقام وكل في السهرة للمريدين والناس يجيوا من كامل تراب الجمهورية ومن داخل تراب الجمهورية ومن خارج كما قلت لك تراب الجمهورية. وليلة العيد خاصة ليلة العيد الكبيرة هي ليلة الوقفة كما ترى الوقفة على عرفات. المريدين يجيوا لسيدي عامر معناها من الصباح ويقعدوا يتعرفوا على بعضهم ويصير يصير معناها انا كان شرف الحضور اللي بحكم اللي سيادتك برت شرفني بتقول للمقام من بابه الكبير بلا تو هو باش سمعنا حاجه اخرى ان شاء الله نعملوا حاجه اخرى ان شاء الله نعملوا العرضاوي. عرضاوي تفضل سيدي. العرضاوي بارك الله فيك. شكرا. ساعات نلقاك نبشير ساعات لا لا ولا لا شير ساعات لا لا ولا لا ساعات يا بابا عمير ساعات Thank you.
المشاهدين الكرام، كنا مع وصلة جميلة من وصلات الطريقة العامرية التونسية المنشا كما قلنا، لكن ما هيش هي وحدها التونسية، عنا معها طريقة العلوية زادة، هذا للتعقيب على كلامنا. شكرا مجموعة الشيخ علي المقدم على الوصلة البنينة هذه اللي بدأت باسم الكريم بديت، وفي مدحي على المصطفى صليت، وفي الأخر التشويق للقبة ومقام زيارة مقام رسول الله. هذه هي فاصل بين الفواصل، يتمدح فيها الولي كهو كمريد، يحب يريد محبة الله ومحبة رسوله ومرضاته، ما هيش فلسفة جديدة، ما هي حاجة روحانية، هي لبلوغ المقام العالي ومقام الترقي في الأرواح. بنزيدوا نتركاو ونتمتعوا تاريخ الطريقة هذه التونسية المنشأ من حفيد الشيخ عامر المزوغي، نستقبله مرة أخرى الشيخ علي المقدم، مرحبا بك. وباش يكون معاك أستاذ حاتم شلغمي، ما سمعتوش يغني وحده اليوم، سمعت حمدي اللي تحية ليه، والشيخ عز الدين جرفال عازف الزكرة، وجميع الكورال والعاصفين، مرحبا بيك حاتم مرة أخرى، مرحبا. مرحبا سيدي. أستاذنا مرحبا بيك، تفضل سيدي. اسمعوا حاجة على التاريخ، ماذا بينا الناس تعرف كي نقولوا الطريقة هذه شنية. بدينا قبيلة شيخ قبل ما نبداو في العهد، الوصلة على إصفاقسية، معنا ولاية إصفاقس، كيفاش عندهم تعلق كبير بمقام سيدي عامر وبزياراته وبالفن وبالموزيكا اللي تتغنى له وبالقصايد نتاعه الروحية. ونظن اللي على معرفت هكا، وانهم هما بيدهم عندهم الـ 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 القصايد نتاعهم اللي قالوهم والحانهم، وتمزجت الالحان بين ولاد العوامريه نتاع سيدي عامر اللي هما في ولايه المنستير من معتمديه الساحلين، واهل صفاقس اللي قادوا حبوا من وقت سكون بحذاهم الولي. نحب نسمعكم انت شيخ، انت والاستاذ حاتم. عامر عاش كما قلنا في صفاقس سي محمد، وعاش بين دار كمون ودار العش. سيدي علي الكراي معناها بكثر محبته في سيدي عامر، الصفاقسيه كلهم يحبوا سيدي عامر. علاش؟ على خاطر كانوا قبل الصفاقسيه يهبطوا لتونس، يتعداوا من هنشير لوحيشي، ولا توا هي مدينه سيدي عامر اصلا اسمها هنشير لوحيشي، ما كانتش يا سيدي عامر، كانت اسمها هنشير لوحيشي. كي يفرح بهم سيدي عامر غادي كايا في الثنيه هذيك، ما ابتنى لنفسه معناها في العلوه، في العلوة في العلوة الربوة، هي جات بين مدينة الساحلين وبين مدينة معتمر وبين مدينة مجد عيسى. والوردانيين وراكم؟ ها؟ الوردانيين ورانا بالضبط، الوردانيين. كي ابتنى لنفسه خلوة، كيف يتعداه من غادي كي يتعداه صفاقسية على اساس كونه معناها عاش عنده، يتعداه عنده يضيفهم، يقعد احذاهم ويضيفهم، يضيفهم يقولوا معناها، ثم بعض الاساطير الموجودة في الوعد يقولوا معناها ما عندوش شعير مثلا، العلفه نتاع الدواب نتاعهم دابة، اي معناها بتريف شعير يعطي للدابة الكل ويشبه، وبتريف ماكله هي بركه ربانيه، بركه ربانيه، البركه موجوده معناها، بركه ربانيه. عاد شيخك الصفاقسي يحبوه، علاش؟ قلت لك انا صفاقس وسيدي عامر عندهم حاجه روحانيه بيناتهم اللي تبعدت في عهد سيدي عامر. شيخ بوداية الله يرحمه، ذكر أنا في الستينات، الشيخ محمد بوداية، ذكر في الستينات جاء سي محمد بوداية على دوبما تحدثت معنا إذاعة صفاقس، جاء الشيخ بوداية وجاب معاه معنا أسطول كامل من الإذاعة، وجاء سيدي عامر وهو ومجموعة كبيرة من عاصفين وإخواننا من صفاقس، وقعدوا في بيت التربة، ما يسمى بيت التربة اللي هي كي تدخل المقام تاع سيدي عامر من الدروج، هي اللي على اليمين، اللي على يدك اليمين تسمى بيت التربة. قعدوا غادي كاية تقريبا، قعدوا ثلاثة أيام وسجلوا، وحتى الشيخ بودية المرحوم شيخ بودية الله يرحمه معناها قال ما كناش نعرفوا معناها العوامرية، خذيناها من جماعة سيدي عامر، ولكن زادوا فيها، زادوا نقصوا من نوع أيوة تاع وتلاق حتى وشيخ حاتم توا، ولا استاذ حاتم ودي الشيخ كبرناك على الرحله الصفاقسيه اللي كانت تتم بين يخرجوا من صفاقس، قلت لي من القرن 17 وقبل كانوا يجيو، وقعدت متواصله حتى الستينات القرن هذا. كيفاش كانوا يجيو جماعه باش يقعدوا في سيدي عامر ويغنيوا ويسهروا ويقولوا ذكر الله؟ كيفاش كان في اعطيو فكره عليه؟ مرحبا بكم وبيك سيدي، مبروك.
ان شاء الله كل عام. الطريقة العامرية ارتبطت اساسا بمدينة صفاقس الاصل، والطريقة العامرية هي تبدأت بعد وفاة سيدي عامر، لأن سيدي عامر هو مجاز في الطريقة الشاذولية أساسا. الطريقة العامرية ارتبطت بالخرجة الصفاقسية. هاي تحكي لي على الخرجة الصفاقسية. الخرجة الصفاقسية لأنه فما بين صفاقس وبين سيدي عامر فما عقد روحي. هاي لأنه كان يحبوه برشا ملي كان غادي معناها ونشر علمه في صفاقس أساسا. أيوة كيفاش كانوا يجيوا احكي لي على قداش يقعدوا كانوا وين يمشيوا؟ انا سمعت كانوا يبيتوا في مقام ام الزين ومره في سيدي رحله في المهديه و... أيوة كانت وثنيه المشي وثنيه الجي يخرجوا من سامحني يا استاذ يخرجوا من صفاقس بعد التشويق خاطر كما قلت لك شوق للزياره يجوا لا ويدوروا معناها على اهالي صفاقسيه على الزوايا غادي كاي ما يعلموهم على زيارة ما سيدي عامر باش يحضروا رواحهم ويجيبوا الهدية ويروحوا بالهدية. رحلة فنية وروحية. رحلة فنية. شيخة كبيرة. كل معناها في موسم الربيع كل حزب يدخل حزب بالترخيص زادة راهو يعملوا ترخيص وعندي بعضنا. ليش شيخ على ذكر الترخيص تو نرجعوا الإجازة متاع أنه لقيت في مؤرخين وسيادتك وريتني قبل وانه الطريقه هذه معناها فما حفيد سيدي عامر واحد من احفاده زمن الدوله المراديه مراد الثالث هو معناها اعطاه اجازه معناها امر علي او اجازه للشيخ من المشايخ واللي تواصلت من وقتها قاعد معناها اقدم عقد وريته لي قبل هكاك ومانيش غلط من حنين حنين بابا يوسف المقدم عبد القادر المقدم الشيخ المنجي المقدم أضم الأوامر الوالد الشيخ المنجي المقدم معناها هذوك ما تو تو عنده زوز أوامر أما وريتني أنت اللي وريتهولي 1700 يظهر لي الآخرين معناها وكانوا يتعدوا برخصة كي يجيو هذاك عامر بترخيص معناها كل حزب يقدم معناها مطلب للقايد ولا للغادي ويأشروا له عليه للعامل وقتها ولا نعم هي خلينا نحكيوا على الطريقه الفنيه كي كانوا يجيو يغنيوا ويدخلوا المقام بالغناء ايش كانوا يعملوا هما قلت لك مرحله كامله كما قال تو الاستاذ تبدا ايوه يبداوا من الثلث الاخير من فصل الشتاء يبداوا يحضروا الاعلام ويحضروا للهديه هاي القرنيط الشايح الشريح والكل هذاك كل من عاداتهم ما تشهيناش في شهر رمضان القرنيط الشايح وشيخات هذيا يبداو ينصبوا الاعلام على المقامات في صفاقس ويبداو كل قدام كل زاويه من الزوايا في صفاقس يغنيوا له الغنيه نتاعو مثلا سيد علي الكراي يغنيوا له الكراي وعالم سته زوي يتلموا فيهم وكل اسبوع تجي جماعه زاويه تسمى حزب اي ايوه ايش هو الغناء اللي السبعه الاحزاب هذوكم يتلموا سيدي عامر سيدي عامر كما قلت لك سي محمد احنا عملناها تو يا هلا الله جايين اي هذيك الدخله قصدنا هذوما الرحله يبداوها معناها من صفاقس جبينيانا هاي قصور السيف مقام يظل مقام جدو طاهر المزوقي سيدي طاهر المزوقي المزوقي ومن قصور السيف تعداوا الجمال لما زين الجماليه هذاك علاش معناها فما معناها فما برشا غناء على ام الزين في وسط الطريقه العامريه هي عندنا نوبه ام الزين بعد تعداوا الساحلين هاي الساحلين سيدي نصر الشارف اللي هو حنينه بو امه حنين سيدي عامر الام انا نعرف شويه تاريخ هاي لا تعرف برشا مش قاري عندك باه من بعد الساحلين هاي يخرجوا في اتجاه سيدي عامر هي من بين الساحلين وسيدي عامر السعده توا ترابطت معناها بلاد واحده هاي ثم تقريبا 400 متر هاي مكانتك السعده هذيك هي وما كانش بني وما كانش برشا هاي كانك الشوك وكل بونقير اللي يقولوه هاي عاد كي يتخمروا صفاقسيه هما جايين ويراوا القبه ويراوا الواحد يشطحوا يبداوا يتبلحطوا حتى على الواحد تخمر اللي زاد الشيخ سليم داود ربي يفضله يا ربي يفضله الشيخ سليم والشيخ مرشد بوليله زاد مرشد زاد بوليله احبابنا ان شاء الله يكونوا بحذانا ان شاء الله في حلقه ان شاء الله مش نحكيوا على البارتي الثانيه شاهد على العصر في المزيكا بتاع سيدي عامر في صفاقس ايوه هاي ووقت اللي يوصلوا للصعده نتاع الرقوبه نتاع وراو سيدي عامر يقول يا الله جيناكم هذه اللي غنيناها غنيتوها الاولانيه معنا في الاول جيناكم قصدنا حماكم لولا فضل الله الا جينا زرنا ديما فضل الله موجود يعني الناس اللي يقولوا راهو الناس هذوما راهو تحب الله والمطاف والمقر واخر
وجهتها هي الله معناها ربي سبحانه وتعالى يكلموهم جماعة سيدي عامر شو يقولوا ردوا عليهم الحزاب قولوا لهم اهلا وسهلا بالزائرين تفضل لا لا كمل تفضل يا اهلا وسهلا بالزائرين احباب قلبي ونور العين معناها يرجعوهم مقدمين تاع سيدي عامر يعرض بهم معناها اللهم صل على النبي الاحزاب نتاع صفا توا ما يسمونا حاجه وبالله ماذا بيه حتى نسمع صوته راه عنده صوت حلو برشا راهو مش فكورك للسلامية هذايا مش في العوامرية هو شقيق حمدي أستاذ حاتم مرحبا بكم سمعونا تو سمعونا هات السوداء أوه هذه التخويرة التخويرة بتاع سيدي عامر مرحبا بكم يا سيدي تفضلوا سمعونا عايشك سيدي الشيخ تفضلوا We'll be right back.
Yeah.
الله. ألف شكر له الجو اللي عملناه مع المحبة الكبيرة بديتوها بصفاقس، رجعتوا لهم التحية على أولياء مدينة صفاقس وأولياء ولاية صفاقس، وتوا معناها كملتوها نروح بالسلامة إن شاء الله طريق السلامة، ما زلنا شادينكم بحذانا. شيخ بتجيب لي أستاذ حمدي وتجيب حذايا فنان المنشد حمدي الشلغمي، وتفضلوا بحذانا نكملوا نحكيوا آخر الحكاية قبل ما نودعوا السادة المشاهدين. مرحبا بكم. مرحبا بكم. بيك سيدي. شيخ علي تعبناك بالمشي والجاي. لا مسير. كل مرة تجيب لنا تو حمدي قاعد مخبي علينا، حمدي الشلغمي الفنان ولد العوامرية. هذاك تربية العوامرية وتربية ديننا، ومنحيش له صغير سي محمد راهو في وسطنا سي حمدي. ما شاء الله عليه. ما شاء الله يحفظ برشا. حاتم قاعد ساكت وهو فكلوا بهي. حمدي سمعناه في برشا نمط، أما النمط الأصليني هو طريق العوامرية. هذا الأصل. هو حمدي الشلغمي فنان يغني خاصة في الفن التونسي، صوت حلو برشا. حتى حاتم عنده ما مخبي علينا. خالهم أنا خدم معايا خالهم سي صابر التومي ربي. أي فضلوا خدم معايا وهم يجيو صغيرات بحذانا. احنا تو جبتكم بحذانا حمدي، مش نقول له مش نقول له احكي، مش نقول له غني. أما مش فكولك لطريقة أخرى شيخ. بالعوامرية مش نزول للسلمية لشيء، الإنشاد الروحي. وكلنا قاعدين في الروحي نحبوا نسمعوا حاجة باش نختموا بها حلقتنا مع السادة المشاهدين، واحنا في شهر الفضيل شهر رمضان. سيدي حمدي شنو نجم نقولوا زعما في الجو هذايا؟ انت يا سي محمد انت زاد نحبوا نسمعوك اخويا، حتى انت زاد عندك ما تقول راهو. اي تو نحاول معاكم. وشيخ طريقة وخالك سي محمد شقرون ربي يبارك فيه. ربي يبارك في عمرك سيدي. هذاك اخو الوالد وخدم معاه في سيدي عام. انا نعمل حاجة مع بعضنا سيدي رمضان. اي نعم. شنو تقترح علينا سيدي الشيخ؟ اخويا مادام سيدي رمضان نعملوا شهر البركة. اللهم صل على الشيخ عبد المجيد بالسعد. اي نتاع الشيخ. الله يرحمه وينعمه ويجور التحية. ورحم شيخ السلمية شيخ عبد المجيد بالسعد عليه رحمة الله. ولا جميع المشايخ نتاع الطريقة. نحيي زاد احبابنا واصحابنا في القيروان. القيروان. وإن شاء الله تكون معنا زادة لقاء مع الفرق مع المنشدين متى ولاية القيروان ومدينة القيروان، وإن شاء الله ما لا نعمل حاجة في الـ يأتينا الطبقة سيامين أخويا. هاي سمعنا سمعنا حويجة هكا حير عراق هكا نعملوا نقول حاجة هنا. قول مالا مالا عندك انت. نحبوا نسمعوا توا سي محمد نجم نروح قول الشمس عاد تسطع وساعد تجيها غمام غمام الشمس عاد تسطع قواش عليا راني رجل كبير وساعات تجي يا غمامة ورمضان نورو مشاشا ورمضان نورو مشاشا حتى اليوم يوم القيامة جماعة معنا وحيدة وحيدة شهر البركة والرضوان يا رمضان شهر الصوم وشهر الخير شهر الصوم وشهر شهر البركة والرضوان يا رمضان شهر الصوم وشهر الخير شهر الصوم وشهر الخير صوم وشهر الخير ليلك الضايل ابلع عدن يا رمضان
الأولى رحمة من الرحمن يا رمضان سبحانه العالي كل المساجد فيك تزيان يا رمضان كل المساجد فيك تزيان يا رمضان تراويح وتهليل وتكبير يدفع فينا رمضان ركن وحصين من شرنا يحمينا في تقل فارس زلة زلة والنال أعلى مقام رمضان نور وجلة للمؤمنين إتمام يا سعد عبد صلى بسم الله عالم بكل مكان والصلاة على أحمد مظلل بالغمامة والصلاة على أحمد مظلل بالغمامة والصلاة على أحمد مظلل بالغمامة بدي بسم الله عالم بكل مكان صلاة على أحمد مظلل بالغمامة الصلاة على أحمد مظلل بالغمامة على الصحابة نرضو أهل التقى والإيمان ناصرين محمد في الدين حين قامان ناصرين محمد في الدين حين قامان ناصرين محمد في الدين حين قامان انا عليكم نمدح انا عليكم نمدح انا عليكم نمدح والقلب فيه نيران انا عليكم نمدح والقلب فيه نيران
نلقاكم شايك تاتوني بالكرامة نلقاكم شايك تاتوني بالكرامة نلقاكم شايك تاتوني بالكرامة مدحكم يتلجى مدحكم يتلجى باقي طريق الأمان يرجو فضل العالي في يوم القيامة يرجو فضل العالي في يوم القيامة يرجو فضل العالي في يوم القيامة نطلب فضل المولى أنا وجمع الإخوان نطلب فضل المولى أنا وجمع الإخوان نمدحو التهامي في البند والختامة نمدحو التهامي في البند والختامة نمدحو التهامي في البند والختامة زيدوا صلوا معايا على الهاشمي العدلان زيدوا صلوا معايا معايا يا رب وين ترجع وما ليسنا التغيير بابي زيدوا صلوا معايا على الهاشمي العدنان بالله صلوا معايا بالله صلوا معايا على الهاشمي العدنان يا أهل المحبة على سيدي تهامة يا أهل المحبة على سيدي تهامة يا أهل المحبة على سيدي تهامة كل عام وانتم حيين بخير صبحكم بخير اهل المحبه